قعدت افكر حلقه النهارده تكون عن ايه، ما لقيتش اكتر من الجو الفظيع اللي احنا قاعدين فيه اليومين دول والحر الشديد. وعشان كده حلقه النهارده هتكون ازاي يبقى فيه وقايه من اشعه الشمس الضاره، ازاي تحمي نفسك، وتعمل ايه لو في حرق حصل، واهم حاجه اللي كل الناس يعني بيحصل اخطاء كتير فيها، ازاي تختار السن بلوك المناسب وافضل سن بلوك ليك. خليكم معنا الحلقه دي. وسهلا بكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. لو انت جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك علشان توصل لكم كل فيديوهاتنا الطبيه واجاوب على اسئلتكم في الكومنتات. اول حاجه بالنسبه لاشعه الشمس، للاسف اشعه الشمس خاصه اللي هي فوق بنفسجيه او اليو في بي دي ضاره جدا جدا، لانها يعني لما بتوصل للبشره بتدمر طبقات الجلد الخارجيه كلها، بتعمل حروق شديده والتهابات شديده، وعلى المدى البعيد ممكن تسبب سرطانات زي سرطان الجلد. وعلشان كده الحل ان احنا يبقى عندنا وقايه عاليه منها، وان احنا نحاول نحمي نفسنا من اشعه الشمس. اما بالنسبه لموضوع الصن بلوك، وهو اهم موضوع يعني النهارده، او الموضوع مهم جدا وعايزاكم تركزوا جدا فيه، في نوعين من انواع الصن بلوك هتلاقيهم مكتوب عليهم. اول نوع مكتوب عليه كريم، تاني نوع مكتوب عليه لوشن. يبقى النوعين دول اساسيين بالنسبه للبشره الموجوده، في بشره دهنيه وفي بشره جافه او مختلطه. في قاعدة عامة كده، البشرة الدهنية ما ينفعش تاخدي كريم. لو رحتي الصيدلية او انت مثلا بشرتك دهنية وطبيعتها مثلا بتلاقيها بتزيد شوية، ورحت الصيدلية والصيدلي هناك او الموجود هناك ادالك كريم، يبقى ده غلط كبير. اول حاجة لو انت بشرتك دهنية لازم تاخد لوشن، علشان الكريم مع بشرة دهنية ده هيزود بكتير الزيوت على البشرة. اما لو انت اصلا بشرتك جافة فمفيش مشكلة انك تستخدم كريم. عشان كده يبقى دي قاعدة، البشرة الدهنية تستخدم لوشن، اما البشرة الجافة تستخدم كريم، لازم تركزوا فيها. طيب بالنسبة للصن بلوك، في انواع كتير وفي انواع غالية، ولو مشيتوا مع الشركات هتلاقوا اسعار كتير مرتفعة، لكن خلينا النهاردة نطرح كده صن بلوك على قد الايد. حلو جدا، بيوفر عامل ممتاز، عامل حماية، وفي نفس الوقت موجود منه اللوشن والكريم علشان لو بشرة دهنية او مختلطة. ده كمان في اوبشن تالت خالص بتقدمه الشركة، انه مثلا بالنسبة للبنات لو البنت بتحط ميك اب ومش بتستغنى، لازم تطلع بالميك اب الصبح، الكريم ده بيبقى فيه نسبة تندد او نسبة فاونديشن، فبتحطيه وبتطلعي بيه. فيبقى كده في ثلاث انواع. البوبي اول حاجه، هو ده ممتاز جدا جدا اللي كنت بكلمكم عنه، ده بوبي لوشن تقريبا عبوه 120 ملي وسعرها 90 جنيه. هتلاقوا برده في بوبي كريم كويس جدا، وفي بوبي كريم تندد. تندد ده زي ما قلنا بيبقى فيه نسبه فاونديشن، علشان لو انت عايزه تحطي ميك اب فده كويس جدا وسعره كويس جدا، يعني هو 90 او 100 او تقريبا الكريم من غير نسبه فاونديشن بيبقى في حدود 70 جنيه، فهو كويس. هتروحي مصيف تستخدميه كل يوم اصلا، مفيد جدا وفي نفس الوقت سعره مناسب جدا. طيب في حالة لو حصل اصلا حرق من الشمس، يعني اتحرقت وفي التهاب واحمرار شديد، وكان الوقت طبعا متأخر قوي ان انا احط الصن بلوك، صن بلوك بعد الحرق ده مش هيعمل حاجة، فانا كده محتاجة علاج سريع. اول حاجة لازم ناخد دش مية ساقعة 3 مرات في اليوم، تاني حاجة لازم نشرب سوائل كتير جدا، تالت حاجة لازم نحط لوشن او لوسيون يهدئ من حرق الشمس. وانا جايبالكو يعني لوشن كويس جدا جدا، وهو اسمه الديرموكالم لوشن، هتلاقوه متوفر جدا، عبوته كويسة يعني 120 ملي وسعرها تقريبا 24 جنيه 75، يعني 25 جنيه، دي كويسة جدا عشان لو حصل حرق تدهني بيها، مع انك تاخدي دش بارد، زائد كمان انه طول الوقت يبقى فيه شرب سوائل كده، يبقى احنا عالجنا مشكلة حرق الشمس من جذورها. طب اعمل ايه علشان احمي نفسي من اشعة الشمس المباشرة؟ اول حاجة لازم تتجنب اشعة الشمس في الفترة اللي هي بتبقى فيها في اقصاها، وهي من 10 الصبح ل4 الظهر. الفترة دي الشمس بتبقى اشعتها صعبة جدا جدا، وعلشان كده لو كنت موجود برا يفضل تتواجد في اماكن فيها ظل. تاني حاجة بالنسبة للملابس، الملابس مهمة جدا جدا. الملابس المعمولة من القماش الصناعي زي الليكر او النايلون بيوفروا حماية عالية جدا من اشعة الشمس. اما بالنسبة لالوان الملابس، فتخيلوا انه اصلا الملابس الداكنة بتمنع اشعة الشمس اكتر من الملابس الفاتحة، علشان كده تكون حريص ان انت تلبس ملابس داكنة لو انت هتتعرض لمشوار فيه اشعة شمس عالية.
كمان في حاجة كويسة جدا ان في شركات عاملة ملابس بيبقى فيها اصلا عامل وقاية من الشمس، هتلاقي في ملصق كده على التيشيرت اللي انت هتجيبه او البلوزة او اللي انت هتجيبيها، هتلاقيها مكتوب عليها UPF. UPF معناها انها فيها عامل وقاية من الشمس، وتختاري طبعا UPF 30 علشان هو بيكون افضل حاجة. ده غير طبعا لو انت قدرت تلبس نظارة مثلا او طاقية او شمسية، كل الحاجات دي مفيدة جدا علشان برضو هي يعني بتقلل وصول اشعة الشمس للبشرة بتاعتك، وبتحافظ برضو على انك تحتفظ بنوع من انواع مثلا الظل، او ان انت تبقى حامي نفسك بقدر الامكان. يبقى في نهاية الفيديو علشان نحمي نفسنا من اشعة الشمس لازم ناخد بالنا من الاحتياطات اللي احنا قلنا عليها، وزائد نستخدم سان بلوك مثلا اللي هو زي بوبي سان بلوك ان هو برشحه لكم النهاردة. لو حصل حرق لا قدر الله هنستخدم الديرموكالم لوشن لانه هو كويس جدا وهيساعد انه يقلل الالتهاب الحاصل من الشمس. اتمنى اكون قدرت افيدكم النهاردة في الحلقة. لو عجبتكم الحلقة متنسوش تدعمونا باللايك وسبسكرايب، وشاركوا الفيديو مع كل اصحابكم، واشوفكم في حلقة جديدة ومعلومة مفيدة. أشوفكم في أحسن صحة وأحسن حال. باي باي.